مباشرة إلى شرم الشيخ مرة أخرى، حيث مينا بشرى ولقاء مع محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية. إليك مرة أخرى، أهلا بك. نعم محمد، مساء الخير. ما زلنا بالفعل بنتابع معكم مشاهدينا الكرام أجواء وفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا لعام 2017. وعلى هامش هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا لقاء الآن مع الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية. أستاذ محسن، في البداية برحب بحضرتك معنا على شاشة أون لايف. شرف لي يا فندم. إذا سألت حضرتك في البداية، بالتأكيد حضرتك متابع لفعاليات هذا المؤتمر الذي بدأ بالأمس ويستمر حتى الغد بحضور عدد كبير من الرؤساء الأفارقة والوزراء وأيضا وفود رفيعة من الشركات والمؤسسات الدولية. قراءة حضرتك لأهمية هذا المؤتمر وإنعكاسه على العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والقارة السمراء؟ خلينا نقول لحضرتك ان ببساطه شديده تحرك او وجود هذا المؤتمر في هذا التوقيت ياتي في اطار سلسله مؤتمرات تمت على مدار الاسابيع الاخيره. واحد منها كان مؤتمر اتحاد البورصات الافريقيه نظمته البورصه المصريه، ثم بعد ذلك كان هناك المؤتمر الخاص بالصناعات الهندسيه مطلع الاسبوع الجاري، ثم الان المؤتمر الثالث وهو مؤتمر الاستثمار في افريقيا. هذا المؤتمر رساله واضحه بان مصر ترى ان افريقيا خلال الفتره القادمه هي محور رئيسي من محاور التعاون والتكامل التي يمكن من خلالها اعاده بناء الاقتصاد المصري، وده الرساله اللي مصر نادره بتوجهها. المؤتمر اليوم الحديث فيه هيكون مختلف تماما عن المؤتمرات التقليديه الموجوده بالنسبه للاستثمار في افريقيا. احنا هنتحدث الان عن مشروعات مشتركه واضحه المعالم، عن ربط افريقيا بالمشروعات القوميه مصر بتقوم بيها وخاصه مشروع تنميه محور قناه السويس، بنتكلم عن تبادل الاستثمار المشترك، بنتكلم عن تنسيق مشترك للمواقف في المحافل الدوليه، بنتحدث ايضا عن مساله التجارب الجديده ليس فقط في الاستثمار المباشر ولكن ايضا في رياده الاعمال، نتحدث كذلك عن الاصلاحات اللي قام بها مصر على المستوى الاقتصادي كيف يمكن ان تستفيد افريقيا به هذه التجارب المتعلقه بها، بنتكلم عن التجارب الدوليه الموجوده في هذا الملف، بنتكلم عن المؤسسات الدوليه اللي حاضر اليوم وهي عدد كبير جدا من المؤسسات المتواجد حاليا واللي يستطيع من خلال طرح اوجه جديده للتعاون مع افريقيا والتكامل بينها، بنتحدث عن المشكلات الموجوده بالنسبه للاستثمارات الموجوده، بنتكلم ان ده يمكن اكبر مؤتمر افريقي من حيث الحضور او مستوى الحضور بالنسبه للمستوى الوزاري او حتى مستوى رؤساء الدول المتواجد حاليا. المساله ببساطه ان مصر ترى الان ان التعاون مع افريقيا ليس رفاهيه كما كان في فترات سابقه. نعم. وليس فقط بعدا سياسيا ولكنه بعدا حيويا سواء على المستوى الاستراتيجي او على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي. نعم، استاذ محسن، يعني هذا المؤتمر مميز على هذا العام بالتاكيد بهذا الحضور الكبير والمستوى الرسمي، ولكن ايضا للمره الاولى يخصص يوم كامل لرواد الاعمال، للشباب، لاصحاب الافكار المبدعه. لو تحدثنا عن البورصه المصريه كمثال، دور البورصه المصريه في دعم رياده الاعمال ودعم افكار الشباب. خلينا نقول لحضرتك ان بورصه النيل انشئت اساسا لهذا الهدف. بورصه النيل فكرتها انها مش اله تخارج، مش ناس جايه بتتخارج من وثائق او من اسهم وتبيعها لحد تاني، ولكنها منصه للتمويل بشكل اساسي. هذه المنصه بها العشرات من الاشكال، جزء منها هو موضوع طرح الاسهم، جزء اخر هو مساله دخول مستثمر استراتيجي معك، جزء ثالث مرتبط بشكل رئيسي بافكار اكثر تطورا. يعني مثلا على سبيل المثال من ضمن الافكار المطروحه دائما هي استخدام ادوات الدين زي السندات مثلا. النهارده الهيئه العامه للرقابه الماليه ابدعت ومنذ عده سنوات وانتجت عده منتجات مخصصه للمشاريع الصغيره المتوسطه، من ضمنها الانريت بونز، السندات غير المصنفه او السندات الخاصه بمشروعات بعينها. هذه الامور بتوجه بشكل او باخر خلال الفتره الحاليه الى رؤية أعمق بالنسبة لي مسألة توافر بدائل غير تمويلية من القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية لدى المستثمر الصغير، ودي أمر أتصور أنه أصبح الآن متاحا بصورة أكبر. ولكن لما نيجي نتكلم عن مفهوم ريادة الأعمال لازم نتكلم هنا على نفرق بين حاجتين، نفرق ما بين شركات ستارت أبس، الشركات الجديدة، أو الشركات اللي بالفعل عملت. الشركات ستارت أبس فيها مشكلة بالنسبة لأسواق المال مش في مصر بس ولكن على مستوى العالم ككل. نعم. ويمكن في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية طرحنا لده بشكل أوسع، لان الشركه وهي في مرحله طور النمو ولذلك بتبدا بتبقى فيها درجه مخاطره للمستثمر العادي او التقليدي، لسه المشروع ما قامش، لسه المشروع ما انشئش، لسه هناك بعض من الامور، ولكن في مراحل لاحقه لا بالعكس ده وجودها في البورصه بيبقى امر في غايه الاهميه. المرحله الاولى عاده بيدخل فيها صناديق الاستثمار المباشر او صناديق راس المال المخاطر، وده بيبقى بيدي انطباعات اقوى. امبارح واحنا بنتكلم هنا على تجارب رياده الاعمال وفتحنا عده ملفات وكان هناك عرض لعده تجارب مصريه ومن عدة دول أخرى، الرسالة اللي كانت بتحاول أنها توجه كانت رسالة واضحة المعالم تمام، هناك فرص حقيقية في الوقت الحالي للاستثمار، هناك
حضانات للأفكار المبدعة. هناك رغبة حقيقية لإطلاع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي على الأفكار الموجودة حاليا داخل المنطقة، وأنه يجب أن يكون هناك عرضا لهذه التجارب الناجحة، لأنه ده اللي هيكون المحور الأساسي في عملية النمو والتنمية اللي ممكن أنها تحدث خلال الفترة المقبلة. نعم، هنتقل مع حضرتك لنقطة أخرى. البورصة المصرية لا حضور رسمي في هذا المؤتمر، هناك كلمة للأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية. إذا يعني طلبت من حضرتك، ماذا ستقدم البورصة المصرية للمستثمرين الأفارقة ومؤسسات التمويل الدولية للحاضرين بشكل عام خلال فعاليات هذا المؤتمر؟ شوف، خلينا نكون دقيق جدا مع حضرتك في هذه النقطة. ببساطة شديدة، البورصة المصرية سوف توجه رسالة وليس فقط مجرد عرض. نحن رسالتنا كما ذكرناها سابقا عدة مرات وأخيرا في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، إن أفريقيا بالنسبة لنا والتعاون معها هو تعاون منهجي، هو أمر من الأمور التي في غاية الأهمية بالنسبة لنا في الوقت الحالي. وخلينا نقول لحضرتك ليه هو مهم، عشان ما يكونش مفهوم انها هي مسألة مؤتمر موجود وغير ذلك. لا، الموضوع بالنسبة لنا لا بقى مختلف كثير. اولا، هناك احنا مصر بتمثل واحدة من اكبر ثلاث بورصات على مستوى افريقيا، وهي تحتل في اغلب الاحيان المركز ما بين الثاني والثالث، وكان في بنسعى ان احنا نوصل لصدارة هذه البورصات مع حلول عام 2020. لكن حقيقة الامر ان النهاردة بعض البورصات الافريقية تطورت في بعض الأشياء بصورة تستلزم إن إحنا كمان نكون منتبهين ليها وقادرين على الوفاء بها. من ضمن هذه الأمور على سبيل المثال نظم التداول، مصر متقدمة فيها، تستطيع أنها تنقلها لدول تانية. هناك بورصات السلع، بعض البورصات الأفريقية تطورت كثيرا في هذا الموضوع، نحتاج النهاردة إن إحنا نتبادل الخبرات في هذا. نحتاج أيضا إن إحنا نتبادل الخبرات في مجال العمليات المتخصصة زي العقود والمشتقات اللي مصر النهاردة بتسعى لإدخالها خلال الفترة اللي جاية. نحتاج إلى تبادل معلومات، احنا النهارده بنتكلم على اسواق منفتحه على العالم ككل. ما تقدرش حضرتك تقول لي في اي وقت ما من الاوقات ان هذا الانفتاح مش هيترتب عليه دخول ممارسات غير شرعيه. بعض الناس قد يكونوا متلاعبين، وجود قاعده بيانات لده هيكون امر جيد. غسيل اموال وتتبع الاموال اللي بتكون موجوده، وجود تبادل معلومات بيننا وبين المؤسسات الافريقيه امر رائع. لكن الاثنين دول مش هما بس الاهم، في نقطتين تانيين في غايه الاهميه. اولا، مساله التشجيع للاستثمار المشترك. نسبه الاستثمار المشترك ما بين اسواق القاره الافريقيه هو الاقل بعد امريكا الجنوبيه. نعم، وده امر معناه ببساطه ان احنا محتاجين نوعي البعض، نوعي المستثمرين بتوعنا الامكانيات اللي موجوده في بورصات ثانيه، ونشوف اليات وامكانيات التعاون اللي بيننا وبعض في هذا الملف. ده واحد. يعني في هذا الاطار ربما يكون هناك اتفاقات ما بين البورصه المصريه والبورصات الافريقيه، سواء كان على هامش هذا المؤتمر او خلال الايام المقبله. تمت بالفعل، يعني هي في مؤتمر اتحاد البورصات الافريقيه وقعنا عده اتفاقيات، من ضمنها اتفاقيه مع بورصه زامبيا. نعم، وده كان من الامور الهامه. لكن في بقى نقطه في غايه الخطوره، وهي نقطه تم انتباه ليها وتحدث عنها الدكتور محمد فريد في اتحاد البورصات العالميه منذ في شهر سبتمبر الماضي في تايلاند، وكان الحديث على فكره تنسيق المواقف. الان هناك تكتلات واتحادات وبعض الدول الكبرى بتتخذ قرارات متعلقه باسواق المال العالميه، وهو امر يستلزم ان يكون هناك رد فعل او تنسيق مع تكتلات. نعم، يعني الولايات المتحده اتخذت قرار الخاص بقانون الجايكا، ثم الفاتكا في سابقا له، ثم بعد ذلك كان هناك بعض من التحولات التي حدثت والمتعلقه بشكل اساسي به ان الاتحاد الاوروبي سوف يطبق قواعد جديده. نعم، خلال الفترات القادمه. احنا محتاجين كبورصات افريقيه نكون منتبهين لده، محتاجين ان احنا ننسق موقفنا، محتاجين ندافع عن المصالح المشتركه لينا. ففكره التكتل والتحالف هي امر في غايه الاهميه في الوقت الحالي. تمام، الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصه المصريه، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام، في النهايه بالتاكيد بنشكر حضراتكم على طيب المتابعه، ومستمرون في متابعه كافه الفعاليات ونقل المتابعه الحيه والبث المباشر لكافه الفعاليات المتعلقه بمؤتمر الاستثمار في افريقيا لعام 2017، وعوده اليك زميلي محمد في الاستوديو مره اخرى. شكرا لك مينا بشرى على هذا اللقاء وعلى اللقاءات، وننتظر منك المزيد بطبيعة الحال في هذا الصدد.